السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الطلاب الاعزاء اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم عبر قناه روافد التعليميه مع درس جديد من دروس اللغه العربيه للصف الخامس الاساسي. درسنا اليوم من القواعد اللغويه الجمله الاسميه. اعزائي الطلاب. وقبل نتذكر ان الكلمه تنقسم الى ثلاثه اقسام هي اسم وفعل وحرف فالاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن مثل احمد الاسد التفاحه واما الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن مثل كتب ماضي يلعب مضارع اي الحاضر انتبه الامر اي المستقبل اعزائي الطلاب والحرف ما دل على معنى في غيره وليس له علامه يتميز بها اي انه لا يظهر معناه كاملا الا في جمله مثل حروف الجر في او الاستفهام هل او العطف و اعزائي الطلاب من هنا اننا لو جمعنا بين هذه الاقسام في ترتيب له دلاله ومعنى مفيد ستتكون لدينا جمله مفيده والجملة نوعان: اسمية وفعلية. واليوم بإذن الله سندرس النوع الأول وهو الجملة الاسمية. فإلى أهداف الدرس. أتوقع منك أيها الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً على أن تقرأ الأمثلة قراءة جهرية صحيحة، تبين نوع الكلمات المخطوطة، تعرف الجملة الاسمية. تحدد ركني الجملة الإسمية تعرب الجملة الإسمية إعرابا وافيا تستنتج القاعدة النحوية تطبق القاعدة على أمثلة مشابهة عزيز الطالب وقد قسمنا الأمثلة إلى مجموعتين المجموعة الأولى نبدأ معها الحرية غالية النصر قريب الاحتلال زائل عزيزي الطالب لو نظرنا الى الامثله فنجد في المثال الاول ان كلمه الحريه تحتها خط فما نوع هذه الكلمه نعم اسم احسنتم والتعريف في بدايه الكلمه هي عباره عن علامه من علامات الاسم واين تقع هذه الكلمه بالنسبه للجمله احسنتم تقع في بدايه الجمله وماذا نسمي هذه الجمله احسنتم الجمله الاسميه ايضا لو نظرنا الى المثال الثاني لوجدنا لو ان كلمه النصر تحتها خط فما نوع كلمه النصر احسنتم اسم واين تقع احسنتم في بدايه الجمله وماذا تسمى هذه الجمله الجمله الاسميه والمثال الثالث لو نظرنا اليه لوجدنا ان كلمه الاحتلال تحتها خط فما نوع الكلمه اسم احسنتم واين تقع بالنسبه للجمله احسنتم في بدايه الجمله وماذا نسمي هذه الجمله نسميها الجمله الاسميه اذا لماذا سميت الجمله الاسميه بهذا الاسم نعم لانها بدات باسم احسنتم عزيزي الطالب من خلال هذه الامثله نستنتج الجمله الاسميه هي كل جمله تبدا باسم مرفوع ابنائي الطلاب وبعد ان تعرفنا الى الجمله الاسميه ننتقل الان لاسئله تطبيقيه ومع السؤال الاول نضع خطا تحت الجمله الاسميه واحد العسل مفيد اثنين فرض الله الصيام على المسلمين ثلاثه الشمعه امل نعم أحسنتم العسل مفيد جملة إسمية لأنها بدأت باسم العسل. الشمعة أمل أحسنتم جملة إسمية لأنها بدأت باسم الشمعة. أحبابي الطلاب ومع السؤال الثاني نصل الأسماء في المجموعة ألف مع الأسماء في المجموعة باء. لنكون جملا اسميه المجموعه ا الشارع الحق الوجبه الكشافه المجموعه ب ممتعه لذيذه منتصر نظيف احسنتم الشارع نظيف جمله اسميه الحق منتصر احسنتم جمله اسميه الوجبه لذيذه ابدعتم الكشافه ممتعه ايضا ابنائي الطلاب مع السؤال الثالث نعبر عن الصور الاتيه بجمل اسميه ماذا نلاحظ في الصوره الاولى نعم الهدوء سعاده الصوره الثانيه احسنتم الفراشه جميله الصوره الثالثه الزهره متفتحه ابنائي الطلاب وننتقل الان الى المجموعه الثانيه نقرا الامثله الصدق منجاه الفرج قريب العلم نور اعزائي الطلاب ماذا تلاحظون على الجمل السابقه احسنتم انها جمل اسميه مما تتكون الجمله الاسميه ولكي نجيب على هذا السؤال نتامل الامثله نلاحظ ان الكلمات الملونه باللون الاحمر الصدق والفرج والعلم قد جاءت في اول الجمله فما نوعها اسماء احسنتم فماذا نسمي هذه الكلمات مبتدا احسنتم ولماذا سميت مبتدا لان الجمله الاسميه بدات بها فما العلامه التي تظهر على اخرها الضمه احسنتم وما الذي يناسب الضمه الرفع وما سبب الرفع لانها جاءت مبتدا ونعربها مبتدا مرفوعا وعلامه رفعه الضمه لو نظرنا ايضا الى الامثله لوجدنا لو ان الكلمات منجاه وقريب ونور ملونه باللون الازرق فما نوعها اسماء احسنتم وعلامه دل هذه الكلمات أحسنتم تخبرنا عن المبتدأ، فكلمة منجى تخبرنا عن الصدق، وكلمة قريب تخبرنا عن الفرج، وكلمة نور تخبرنا عن العلم، فما العلامة التي تظهر على آخرها؟ الضمة أحسنتم، وما الذي يناسب الضمة؟ الرفع إجابة صحيحة. وما سبب الرفع لانها جاءت خبرا ونعربها خبرا مرفوعا وعلامه رفعه الضمه وعزيز الطالب من خلال الامثله السابقه نستنتج الجمله الاسميه تتكون من مبتدا وخبر المبتدا اسم مرفوع الخبر اسم مرفوع يخبر به عن المبتدا والان ننتقل الى اسئله تطبيقيه حول هذه القاعده فمع السؤال الاول نضع خطا تحت المبتدا ودائره حول الخبر الحديقه كثيفه الام صبوره الظلم زائل احسنتم الحديقه مبتدا كثيفة خبر. أحسنتم، الأم مبتدأ، صبورة خبر. أيضًا أحسنتم وأبدعتم، الظلم مبتدأ، زائل خبر. أعزائي الطلاب، مع السؤال الثاني نملأ الفراغ حسب المطلوب، مما بين القوسين مع الضبط: واحد فراغ، سبيل التحرير. ندخل مبتدأ مرفوعاً. أحسنتم: المقاومة سبيل التحرير. اثنين: القمر فراغ، ندخل خبراً مرفوعاً. أبدعتم: القمر منير. ثلاثة: فراغ راحة المؤمن، ندخل مبتدأ مرفوعاً. أحسنتم: الصلاة راحة المؤمن. أربعة الممرضة فراغ ندخل خبرا مرفوعا إجابة صحيحة رحيمة الممرضة رحيمة ومع السؤال الثالث نعرب الجمل الآتية واحد القراءة ممتعة ما نوع هذه الجملة؟ اسمية ومما تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر إذن أين المبتدأ؟ في الأول، والخبر يخبر عنه، فنقول: القراءة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتعة: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اثنين: الصياد صبور. أحسنتم، الصياد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صبور خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أعزائي الطلاب، وفي ختام درسنا نتذكر أن الجملة الإسمية هي كل جملة تبدأ باسم، ولها ركنان أساسيان وهما المبتدأ وهو اسم مرفوع تبدأ به الجملة الإسمية، والخبر اسم مرفوع وهو ما يخبر به عن المبتدأ. أعزائي الطلاب، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نلقاكم بإذن الله في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.